الآن أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في ساعة الهوى وحلقة جديدة من برنامج طقس ومعنى. بيشرفنا ويباركنا نيافة الحبر الجليل لأنبا بنيامين، مطران المنوفية وتوابعها، وأستاذ مادة اللاهوت الطقسي بالكليريكيات، والمسؤول عن لجنة الليتورجيات، وعضو اللجنة الطقسية بالنجمع المقدس ولجنة الإيمان والتعليم. أهلا بك سيدنا. أهلا بوتسك. دايما منورنا ودايما بتعلمنا وتنير عقولنا وعيون قلوبنا. العفو. ربنا يخليك يا سيدنا. شكر خالص. نكمل يا سيدنا، احنا بادئين في السلسلة عن قراءات أحد بقونا. احنا وصلنا لغاية الأحد الرابع بس كناش خلصنا الإنجيل بتاع الأحد الرابع. ناخد بتاع شهر بقونا. ناخد بركة. الإنجيل بتاع الأحد الرابع يا أحبائي كان من إنجيل معلمنا لوقا البشير والإصحاح السادس، كان بيتكلم عن المحبة طبعا من ثمار الروح القدس. يمكن أحد بقونا كلها بتتكلم عن الروح القدس، فهل سيدنا هارى بعض الآيات ونيافتك تعلق عليها. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا، وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكون بني العلي، فأنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. والعنوان اللي ممكن نحطه للآيات دي كلها هي الآية الأخرانية، لكي تكونوا بني العلي. يعني ده تميز أولاد الله عن غيرهم. أي شخص بيحب اللي بيحبه، أي شخص بيحب اللي يديله مش اللي ياخد منه. أي شخص ممكن يفرح بالمديح والثناء، أي شخص ممكن إنه يصر بالهدايا والعطايا وما إلى ذلك يعني، والاقتراض اللي محدش يطالبه بيه يعني. ف السيد المسيح في حديثه بيبين تميز أولاد الله غير أي شخص تاني. الشخص الطبيعي يحب ياخد ما يديش، لكن أولاد ربنا يحب يدوا أكتر ما ياخدوا، لأنهم بياخدوا من ربنا. يعني الابن دايما ياخد من أبوه ويعطي لغيره، مش ياخد من غيره، لا ياخد من أبوه ويدي غيره. فهنا السيد المسيح بيتكلم عن تميز أولاد الله عن غيرهم من البشر. مبادئ جديدة سيدنا. ولذلك التميز ده بيخلينا يعني نشعر أن هناك التزام، لأن دي مش أحاديث للكلام والتأمل فقط، ولكنها ملزمة في التصرف. يعني عايز يقول السيد المسيح له كل المجد، لأنه هو ابن الله الوحيد
مصدر البنوة بالنسبة لنا، احنا بالتبني لكن هو بالطبيعة. عايز يقول اتعلموا مني، السيد المسيح كده ادى ما خدش، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. شفى المرضى وما انتظرش كلمة شكر، اعطى للجميع كل ما يحتاجون، يعني حتى الحياة، اللي محتاج للحياة اداها له، اقام الموتى. ولذلك احنا مثلنا الاعلى هو السيد المسيح ابن الله الوحيد بالطبيعة. فهو بيقول الوصايا اللي تخلينا فعلا بالتبني نبقى أولاد الله. هل إن سيدنا مش صعبة شوية إنه أحب عدوي؟ يعني مبدأ الماشي بالعالم عين بعين وسن بسن، هو ماشي بكده، وأنا في المقابل أنا هتأذي وهيساء إلي وأنا أقدم محبة، أكيد أنا هتألم كبشر. ما هو ده اللي حصل، إن السيد المسيح تألم، بس في آلامه أعطى حياة، وفي احتماله أعطى مثل. عشان كده القراءات دي كلها أو الإنجيل ده كله بيتكلم عن تميز أولاد الله، يعطون ولا يأخذون أو أكثر ما يأخذون، بني العلي، لأنهم أولاد ربنا. الحاجة التانية يحتملوا الإيذاء دون أن يؤذون أحد، دون أن يؤذوا أحد. يعني هو يتقبل الإيذاء لكن ما يبقاش مصدر إيذاء. ممكن أنه يدي المحتاج ولو سلف دون أن يطلب العوض، ودون أن يطلب أن يرد له ما أخذ، لكن هو ما يعملش كده، ما يستلفش وما يرجحش. يعني يسلف ومش منتظر، مبدأ مختلف تماما. الحقيقة هو مبدأ العطاء، لأنهم بياخدوا من مصدر. العالم ما عندوش المصدر ده ودايما شبعان، فهو بيدي من شبع بالظبط. عشان كده الوصايا دي يعني تعلن تميز أولاد الله عن غيرهم أولاد العالم. من هنا لازم كل إنسان يؤمن بالسيد المسيح له كل المجد أنه يسير هكذا دون تذمر، دون طلب للعوض، دون طلب للحق، لأن ربنا هو المتكفل بحقه. جميل أوي سيدنا العنوان ده، بني العلي. لكي تكونوا بني العلي، لأن هو فعلا ربنا بيعمل كده، يعني يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، يعطي نور القمر للعالم كله، الوثني واللي بيؤمن واللي ما بيؤمنش واللي بيلحد، يعني ربنا نفسه بيعمل كده. فعايزنا نشابهه حياتيا أو عمليا، مش مجرد بس اسم أو كلام، نقول احنا أولاد ربنا لكن ما بنعملش زيه. هي دي النقطة اللي تفرق، فرق بين أنا أقول وإن أنا أعمل. طبعا سيدنا، بقي آيتين يا سيدنا في الإنجيل، كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم، ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا، يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تاكلون يكال لكم. والمجد لله دائما. الرحمة أعظم عطية، يعني أعظم عطية أخذها العالم من صليب السيد المسيح هو الرحمة. الرحمة بمعنى المغفرة، مش مقصود بها رحمة على المساكين يعني يا سيدنا؟ وما مقصود بها العطاء أيضا برضو. طبعا. لأن الغفران هو أحسن عطاء. عطاء طبعا، غفران الخطية ده هو الحياة، لأن أجرة الخطية موت.
فغفران الخطيه يعطي حياه. هو المجمل الجميل اللي الواحد لازم يعلق في ذهنه انه لازم يبقى فيه صفات السيد المسيح ابن الله الحقيقي اللي اعطى امثوله طيبه في العطاء دون مقابل، في المحبه دون مقابل، في الشفاء للمرضى دون مقابل، في إحياء الموتى دون مقابل. يعني أعطى ولم يأخذ، مجانا أخذت ومجانا أعطى، يعني أعطى كل شيء دون أن يأخذ شيء. بل بالعكس سيدنا أخذ ألم وتعب بالظبط. البابا شنودة ربنا يناح نفسه كان دايما يقول عن عطايا ربنا للكنيسة وللكهنوت وللعمل الكنسي وللمشروعات اللي بتخدم البشر وبتخدم المجتمع مش بس المسيحيين، يعني كان يقول من لا شيء صار كل شيء، وهو ده عمل ربنا. يعني أي إنسان بيعمل حاجة منه معروف مصدرها إيه، لكن أي حاجة تتعمل ملهاش مصدر فهو عمل ربنا. وده اللي احنا بنحرص على ان احنا نظهره للمجتمع، ان احنا بنتمثل بالسيد المسيح حينما عاش في مجتمع، قابل الإساءة بالإحسان، قابل العداوة بالمحبة، قابل الأخذ بالعطاء، قابل المتاعب بإراحة الذين أتعبوه. عشان كده مهم قوي إن احنا نتمثل بهذه الصورة الجميلة أو تلك الأيقونة الرائعة اللي رسمها السيد المسيح بهذه الكلمات. ربنا يخليك يا سيدنا تعيش وتعلمنا، وياريت فعلا نبقى فعلا يعني مثال حي للسيد المسيح وإنجيل معاش، نجلب المجد لسيدنا ربنا يسوع المسيح. عايز بس أضيف حاجة، إن الرسل والشهداء عملوا كده، ودول أول حاجة في الكاتيجوري بتاع المؤمنين. يعني لما نرتب يطلع الرسل والشهداء أول عينات. يعني فعلا أعطوا الصورة الحقيقية للدين، إنه دين من الله يحب ولا يكره، يعطي ولا يأخذ، يبذل ولا يطلب مقابل، يقدم دون يعني أي ثمن. عشان كده ما قاله السيد المسيح يمثل بالنسبة لنا سياسة أو أسلوب أو منهج دستور وسلوك. فياريتنا يعني المجتمع يشوف فينا الصورة دي مهمة قوي قوي. الكلمات الجميلة دي يا سيدنا كلمات ذهبية بننهي الأحد الرابع من شهر بقونا، بس سيدنا السنة دي في حد خامس كمان كان في شهر بقونا. تمام، فنعمل ايه في الحد الخامس؟ احنا مفيش قراءات محددة، ما فتحت القطامرس ما لقيتش الأحد الخامس من شهر بقونا، مفروض نعمل إيه في الأحد الخامس من شهر بقونا اللي هو يعتبر امبارح؟ هو دايما الأحد الخامس بنقرأ فيه إنجيل البركة، باعتبار إن حد الخامس زيادة عن الأحد الأربعة بتوع كل شهر. يعني دايما أحد كل شهر إبطي أربعة، فالخامس بقى كل كام شهر ده بيبقى زيادة، فعشان كده يسموه لما يجي 29 ده بيبقى تذكار التجسد الإلهي والقيامة وكده. يعني يعني لو جه أول شهر واحد يوم حد يبقى الأحد الرابع 29. صح كده سيدي؟ بالظبط كده. الخامس الخامس أنا آسف الخامس 29 29 الرابع 22. لما يجي 30 بقى يقرأ إنجيل البركة،
لأن الأحد الخامس لما يجي يوم 30 لو جه يوم 29 إنجيل البشارة يوم حد. قراءات البشارة العادية هي 29 برمهات. أيوة بالظبط، لو جه يوم حد ونلغي الأحد الخامس اللي هو حد البركة ده. لا ما يبقاش خاص بالبركة بقى إلا لو جه 30. لازم يجي 30. لو جه 30 يبقى إنجيل البركة. لو جه 29 يبقى إنجيل البشارة، ده لو حد يوم أحد يعني. اللي عايز أقوله في إنجيل البركة إنه المعجزة اللي عملها السيد المسيح بتوري إزاي عمل الله في المادة، يعني خمس خبزات وسمكتين إزاي يشبعوا 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، يعني لو النساء 5 كمان 5000 والأطفال 5 كمان، مع أن النساء دايما أكتر من الرجال والأطفال أكتر من الاثنين، يبقى 15000. إزاي الخبزة تكفي 3000 وإزاي السمكة تكفي 7500 ويجمعوا فضل وكسر. واللي بين البركة أن تجمع الكسر فتملى 12 أفة، بينما الخمس خبزات والسمكتين نفسهم ما يملوش أفة. صح، جم منين ال12؟ هي دي البركة. وأنا دايما أقول للأبهات الكهنة والناس يعني في الغلاء الشديد والحاجات دي دايما الناس تشكو من هذا الأمر، يعني أقول لهم الأموال دلوقتي لا تكفي، أي أموال، لكن اللي يكفي البركة لأنها من الله. الأموال من الناس لكن البركة من الله، فالبركة هي اللي تكفي، وإحنا دايما متمسكين بالبركة الإلهية في حياتنا عشان كده لا نحتاج. عشان كده سيدنا بندي العشور مهما كان دخلنا قليل. بالظبط، لأن العشور هي شركة لله معنا في الدخل، فيبقى فيها بركة. ما بقاش بقى ليا دخل في اللي هيكفي. يبقى الدخل يكفي طالما ربنا شريك ليا في هذا الدخل، ويزيد بياخد 10% ويعطي 100 ضعف، يعني يدي 10% لما تضرب في 100 يبقى هياخد 10 أمثال، مش بيدي عشر، بياخد 10 أمثال 100 ضعف. طب أختي سيدنا في سؤال طقسي كده بيجي لنا ساعات، إنه لو جه يوم واحد توت يوم أحد وبالتالي هيجي يوم 29 ده يوم أحد برضو، هنقرأ إيه بقى؟ 29 برمهات ولا يوم حد واحد توت، هنقرأ إيه بالظبط والدنيا تمشي إزاي؟ توت لما يبقى فيه 5 آحاد، لو جه عيد النيروز يوم أحد فبنقرأ قراءات عيد النيروز ونلغي الحد الأول يعني. لا ما نلغيهوش، نرحله للحد التاني. يترحل فيقرأ القراءات الأحد الأول في الأحد التاني اللي هو يبقى 8. قراءات الأحد التاني في الثالث، والثالث في الرابع، والرابع في الخامس. تعيش وتعلم نسائل. تعيش، ربنا يخليك. ننتقل إلى الشهر الـ11. وهو شهر أبيب. إحنا عندنا 12 شهر إبتي، الشهر رقم 11 اللي هو شهر أبيب. أشهر الأعياد طبعا في شهر أبيب 5 أبيب اللي هو عيد الرسل. وخلال هذا الشهر برضو بنعيد الاستشهاد القديس كيرلس عمود الدين البابا 24 في 3 أبيب، ونياحة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين 7 أبيب، وإحضار جسد الشهيد العظيم مارجرجس 16 أبيب، واستشهاد القديس تدرس الشطبي يوم 20 أبيب، وتذكار تكريس كنيسة القديس أبو سيفين يوم 25 أبيب. فعلا الشهر ده مليان أعياد كتير يا سيد. حلو قوي، جميل. شهر أبيب الحقيقة زي ما قدسك بتقول فيه نشاط للاحتفال بالقديسين، ودول مشاهير القديسين يعني، ولا تخلو إبرشية ولا كنيسة من أعيادهم أو وجود رفات ليهم يعني، فبركة كبيرة الحقيقة
بتخلينا نخرج من عالمنا الضيق إلى عالم القديسين الواسع الأكثر اتساعا ورحابة، لأن بيشترك معنا القديسين وهم في السماء، فبنطلع من نطاق الأرض إلى السماء. ودي نقطة يعني مفيدة جدا. كلمة دنيا يعني حاجة دنيا سفلى، لكن سماء حاجة سامية. فلما ننتقل من الدنيا إلى السماء، هذه بقى هي أكثر تدريب أو أكثر عمل ينقلنا من حالة تذمر بسبب المادة والاحتياج والغلاء إلى حالة التسبيح والفرح والعمل الإلهي اللي يملى حياتنا سعادة وسلام. على فكرة سيدي النهاردة واحد أبيب. جميل. بداية الشهر. جميل، بداية جميل. الأحد الأول في قراءات شهر أبيب هيكلم تقريبا عن الرسل، عشان دمعا بيبقى قريب من خمسة أبيب. تمام. اللي هو عيد القديسين بطرس وبولس، عيد الرسل. أيوه. على فكرة سيدنا هو العيد جاي يوم جمعة السنة دي، ففي ناس فاكرة أن يوم الجمعة هيبقى إفطار. لا، الجمعة تعتبر صوم سيدي، يعني الأربعة والجمعة وثلاث أيام يونان. صوم يونان، والخمسة وخمسين يوم بتوع الصوم الأربعين المقدس دول صيامات، والبرامونات، برامون الميلاد والغطاس، دول صيامات من الدرجة الأولى لا يمكن كسرها، زي الصوم الكبير. بالضبط كده. فالأربعة والجمعة يعني لازم تحترم حتى لو كان عيد القديسين بطرس وبولس. وما يكسرهاش غير عيد سيدي من الأعياد السيدية الكبرى أو الصغرى، يعني اللي تخص السيد المسيح. بس ربنا يخليك سيدي. الصغرى حتى بتكسر الصوم الانقطاعي بس. لكن الجمعة دي ما فيش كسر لأي صوم. لا، لأنها عيد الرسل مش عيد سيدي، يعني ما أنا بقول التدرج، يعني الأعياد السيدية الكبرى تكسر الصوم نفسه، فطار يفطر فطار فيها. ميلاد، غطاس، يعني بقية البشارة، إلا البشارة بيجي بقى في الصوم الأربعين المقدس، وده بيحترم يعني الصوم. الأعياد السيدية الصغرى تكسر الصوم الانقطاعي بس، لكن يبقى صوما الأربعاء والجمعة، ونصلي بالطريقة الفريح. ممكن. الأعياد القديسين بقى ما تكسرش لا صوم انقطاعي ولا صوم بالطعام، يعني يحترم يوم الجمعة القادم على إنه صوم انقطاعي وصوم سيدي محدش يقدر يكسره، يعني تعيش سيد. تعيش، ربنا يخليك سيد. نخش سيدنا في قراءات الحد الأول من شهر أبيب. تفضل. بيتكلم طبعا أرسلية الرسل عشان عيد القديسين. هنبدأ زي ميافتك بتعودنا من مزمور العشية وإنجيل العشية. تفضل. مزمور العشية بيقول: الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه، يستجيب له من سماء قدسه. يا رب خلص ملكك واستجب لنا في اليوم الذي ندعوك فيه. خليله يعني. والتشكيل ملكك ولا ملكك؟ هي ما فيهاش تشكيل قدام سيدنا. متهيألي ملكك. ملكك. يعني ممكن يبقى المقصود السيد المسيح في آلامه كملك، ملك المجد كما نسميه في القيامة. أو ملكك زي داود. داود ما كان ملك، أو إحنا كلنا ملوك وكهنة سيدنا. هذه الكهنوت الروحي بقى العام يعني. يعني قصدي أقول خلص ملكك أو ملكك. أو ملكك. يعني هما الاثنين يعني. أنا واحدة. بس لازم يفحص عن التشكيل. حاضر سيدنا. إنجيل العشية من إنجيل معلمنا لوقا البشير إصحاح التاسع. ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق،
لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان. وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك أخرجوا، وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة، وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. فلما خرجوا كان يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. جميل الإنجيل أنه بيورينا كيف عاش الرسل. يعني لم يحملوا كيسا ولا مزودا، الكيس للفلوس المال يعني، ومزود للزاد الأكل. فلم يحملوا معهم لا مال ولا أكل، ولم يحتاجوا. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عصا للطريق. العصا لها فايدتين، الاتكاء يعني تساعد في المشي، أو الحماية. فيبقى مصدر اتكائنا هو ربنا، نتكل عليه يعني، أو نتكئ عليه، هو اللي ساندنا يعني، وكمان هو اللي حمينا، نحتاجش لحماية بشرية يعني. ده بيبرز قوة الكرازة طبعا السيد. من غير قوتهم دي، قوة ربنا طبعا. وكرزوا وسط وثنيين ووسط ناس ما يعرفوش حاجة. يعني كل واحد فيهم من الرسل راح مكان ما يعرفش حاجة، وعشان كده كان مصيرهم كلهم الاستشهاد تقريبا يعني. معظمهم عدا يوحنا الحبيب، كلهم قدموا حياتهم للذي قدم حياته فدية للعالم كله. فالحقيقة يعني سير الرسل سير معزية، توري قد إيه اتكلوا على ربنا، وكان فعلا هو متكلهم يعني، هو مصدر كل عطية صالحة قدموها. ما فيش إنسان يملك الشفاء، ممكن حد يملك الدواء، لكن ممكن الدواء ما يديش شفاء. ربنا يدي يعطي الشفاء في الدواء بالظبط. فالشفاء من ربنا صح. برضو الطعام يعطي غذاء، لكن لا يعطي صحة. صح، الصحة من الله. تمام. وهكذا يعني كل العطايا اللي الإنسان محتاجها هي من ربنا، مش من أي شيء وسيلة هو بياخده. الفلوس تجيب المواد اللي أنا محتاجها، لكن ما تديش الحياة. الحياة ربنا اللي بيديها، فليست الحياة مصدرها المال. ده ممكن المال يضيع حياة إنسان بسبب خلافات وبسبب مشاجرات وقتل وغيره. يعني قصدي أقول الحياة مع الله تعفي الإنسان من تبعات كثيرة ممكن يتكلف بها في المجتمع. لما يدي الصورة الحلوة اللي ربنا عايزنا نديها للمجتمع دي، تخلي المجتمع يشوفوا ربنا من خلال هؤلاء الأشخاص اللي ماشيين على الدرب أو الطريق الحقيقي اللي ربنا رسمه يعني. سيدنا، الوصية بتاعت كل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. هو كان ربنا يسوع دايما بيحاول يوصل للتلاميذ ضرورة إيقاف العنف، يعني لا يتعاملوا بعنف مع أحد حتى العنفاء معهم. عشان كده يقول من ضربك على خدك حول له الآخر، يعني ما تردش بألم زي ما اداك ألم، أو ما تردش بلكمة زي ما اداك لكمة، فحول له الآخر. هنا تستوقف العنف، ودي نقطة مهمة جدا، لأن العنف مسلسل، واحد ينضرب فيضرب، فيعتدى عليه فيعتدي، فالعنف يزيد، وده اللي احنا شايفينه في العالم. وقال لهم اخرجوا من تلك المدينة. احنا دلوقتي يا سيدنا هنخرج برضو فاصل حالنا سيدنا
نخرج خمس دقايق فاصل ونرجع تاني. جميلة، نشكرك على القفشة الحلوة دي. أحبائي نخرج فاصل كده برهة من الزمن ونرجع مرة تانية مع سيدنا نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين. تفضلوا. معنا ونكمل مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين سلسلة تأملات في قراءات شهر أحد شهر أبيب. قبل ما نكمل سيدنا في بعض الأسئلة جات لنا. تفضل. السؤال بيقول: أنا أرملة وبحضر كل القداسات، بس أنا حاسة إن هيجرى لي حاجة، وأنا بصلي في الأجبية كل الصلوات، عايزة كلمة تعزية. مش فاهم تقصد ايه بيجرى لي حاجة، يعني حاسة انه هيجرى لها حاجة، يعني هتنتقل هي كمان، هي أرملة. يعني هي مدام انسانة يعني عايشة مع ربنا وضايقة حلاوة الحياة مع ربنا ومتعزية بالصلاة وبعمله الالهي وبعمل روح ربنا في حياتها، لما الواحد يحس انه هينتقل ده يبقى فرحان، لأنه هينتقل من التعب للراحة، وينتقل من أوساط متعبة
إلى أوساط مقدسة. يعني تخيل اللي بيروح الفردوس كل الموجودين قديسين، قد إيه الواحد يشوف المثالية. وإحنا بنتكلم هنا عن المثالية لكن مش بنشوفها، يعني في قلائل مثاليين وحلوين وبينفذوا وصية ربنا لكن مش كثر أو مش كتير زي الفردوس. بقى تخيل كل اللي في الفردوس مثاليين، فالواحد يبقى عايش في جو مثالي أو في وسط مثالي، حاجة مفرحة جدا يعني. وبيشبهوا الخروج من الجسد والذهاب إلى الفردوس وهنا بالفرق بين الجنين في بطن أمه والإنسان في الحياة. شوف بطن أمه بيبقى حاجة ضيقة قوي غير العالم الواسع اللي بينزل إليه. برضو حياتنا هنا بالنسبة للفردوس والإترنال لايف أو الحياة الأبدية دي زي الفرق ده. يعني الإنسان بقى هيعيش في رحابة ملهاش وصف يعني. فالإنسان لما يجي له فكر الانتقال يتعزى جدا جدا، لأنه فعلا هينتقل إلى الأفضل. أعتقد سيدنا هي يمكن خايفة من حاجة مش عارفاها، دايما ده خوف طبيعي إنه لو في حاجة مش أو حاجة باب مقفول مش عارفة وراء إيه. لكن طالما يافتك بتحكي لنا كده حاجات جميلة جدا، ده الواحد يطلع جاري بسرعة على الباب ده يشوف وراء إيه. هو طالما الإنسان محب لله وبيعبر عن حبه بطريقة عملية صحيحة بتنفيذ وصية ربنا يطمن، مهما كانت ضعفاته، مهما كانت يعني طريقة تفكيره في الحياة، المهم يكون محافظ على وصية ربنا وبيجاهد في تنفيذ هذه الوصية حبا في ربنا بس، مش عشان مدح ناس ولا علشان ينال أي حاجة من البشر يعني. ليش يا سيدنا؟ في سؤال تاني سيدنا بيقول: لو واحد اتوفى وأعماله كويسة وطيب لكن ما كانش بيتناول، ما مصيره؟ وطبعا احنا ما نقدرش نحكم على حد، دي يعني متروكة لربنا، يعني هو الديان العادل. لكن اعتقد ان ربنا لا يمكن هيتجاهل اعماله الحلوة ومحبته واشتياقاته ليه. طبعا التناول مهم مهم، لكن ربنا هيبصلها ازاي بقى؟ هي دي النقطة اللي تخص ربنا بس. ما نقدرش احنا يعني ندعي معرفة بخصوص أحكام الله. أحكام الله دي يقول: ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. فدي واضحة قوي إن الإنسان ما يعني لا يملك أن يفحص أحكام الله، ما مش من حقنا يعني. سؤال تاني سيد فضل. بيقول: أنا بدفع العشور وحاجات من المحبين لإخوة الرب، أي والرصيد قرب يخلص، أقلل اللي بدفعه ولا أعمل إيه؟ لا، ما يقللش، هو دايما يعطي. وقال أعطوا تعطوا، يعني دايما العطاء يكتر ما يقللش، بس لازم يكون في إيمان. يعني دايما أقول للأمناء اللي ماسكين أموال الكنائس ومسؤولين عنها وكده، أقول لهم: رصيدك في الإيمان أهم من رصيدك في المال. رصيد المال ينفذ، لكن رصيد الإيمان عمره ما ينفذ. تعيش السيد. تحليني سيدنا نكمل قراءات الحد الأول من شهر أبيب. إحنا خلصنا إنجيل عشية، وكالمعتاد إنجيل باكر هيكلمنا عن القيامة. الفترة دي 28 القيامة بقالنا كام أسبوع كده في القيامة، الفترة دي كلها عن القيامة باكر. معلمنا بولس الرسول، البولس عن رسالته إلى كورنثوس الأولى والإصحاح التاسع،
ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي أو ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ أم أنا وبرنابة وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فأنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهم الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا أنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه؟ فإن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم أن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. وهكذا القديس بولس الرسول بيكمل بقية الرسالة، بيتكلم عن جهاده في إرسالياته. يعني هو الحقيقة يعني القديس بولس مس نقطة مهمة جدا جدا، وهي أحيانا بعض من الشعب أو بعض من الناس يحاولوا أنهم يسيئوا للإكليروس لسبب أو لآخر، لكن الآباء بيحتملوا كثيرا، يعني خصوصا اللي يقول كلمة حق. في ناس ما تقبلش كلمة الحق وتقوم على الكاهن أو الأسقف أو واتيفر اللي بيقول كلمة الحق، وممكن يتكلموا بطريقة غير لائقة أو كلام لا يصح أن يقال. دي ضريبة، دي ضريبة الحق، أو ضريبة الإنسان اللي عايز فعلا يوصل الناس لربنا ويوصل ربنا للناس. في ناس بيرفضوا، في ناس اسمهم رافضي الحق، ودول موجودين في كل خدمة وفي كل عصر وفي كل عهد وفي كل مكان وفي كل زمان. لكن أنا دايما بنصح نفسي والآباء، أقول إحنا لا ننتظر من هؤلاء كلمة شكر ولا كلمة تقدير ولا حتى عطية من العطايا للكنيسة أو للخدمة، فالله هو المسؤول عنا وهو الذي يتولى أمرنا. وعلينا بولس الرسول بيكمل: فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، ولا الذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع إني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. الحقيقة الجزء ده ساعات ناس بتفهمه غلط. هنا يقصد القديس بولس أنه بيتكلم بمنطق كل واحد معاه، يعني أتكلم مع الناس بمنطقهم، مش أبقى كأني بلا ناموس. يعني الوصف اللي بيقدمه بينصح الرعاة والناس المسؤولين عن الشعوب أو الشعب
انه لازم يكلمهم بمنطقهم باللغه اللي يفهموها ويحترم منطقهم. يعني اول البيز بتاع التفاهم والحوار ان انا احترم فكر الاخر، ولما احترم فكر الاخر اكلمه من منطلق هذا الفكر. فعشان كده القديس بولس قال حتى الذين بلا ناموس صرت بالنسبة لهم كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس. يعني دي نصيحة حلوة قوي لينا كرعاة أو كخدام وإكليروس، إن إحنا لازم نحترم منطق الناس ونقنعهم من خلال منطقه. دي نقطة مهمة جدا في الحوار. المفتاح الثاني اللي بيديه إنه ما دورش على نفسه لكن دور عليهم هم. دايما الإنسان وهو بيعمل حاجة بيفكر هو هيكسب إيه، إيه نصيبه من الموضوع، يعني إيه مكسبه، إيه الحاجة اللي هيربحها. معلمنا بولس الرسول لم يفكر في هذا الأمر إطلاقا. قال في مهانة مرحب بيها، في احتياج ربنا هيديه، وربنا هيحول المهانة إلى كرامة. ما عندوش مشكلة ذات خالص خالص خالص. فعلا إنكار الذات هو الطريق لبذل الذات. إلا إذا الإنسان انتقل من إنكار الذات إلى محبة الذات، دي بقى يعني انحراف عن الطريق الصحيح. يعني ما بيكمل بعد كده القديس بولس الرسول بيقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. بل أقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرثت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. هي دي بقى النقطة. يعني ضبط الراعي لنفسه أو الكاهن أو whatever الليدر في أي مكان أو في أي خدمة، إنه يدور على خلاص نفسه لألا أصير أنا نفسي مرفوضا. دي أسوأ حاجة بقى، إن الإنسان في خدمته يصل إلى حتة الرفض دي، ودي بقى يبقى ما خدش حاجة. حتى لو بعض ناس مدحته يبقى ما استفادش حاجة. المهم يكون مدحه من الله اللي عنده المقاييس المظبوطة، لأن ساعات نخدع بمدح الناس ويكون رياء مش مدح حقيقي، فالإنسان يضيع. حاليا يا سيدنا أعتقد في قول أبا بيقول من الأسقف أو الراعي أو الكاهن هو تائب يقود تائبين. التائب الأول. طبعا يعني الأسقف هو التائب الأول في الإبرشية، والكاهن هو التائب الأول في كنيسته. نحن نعلم بالقدوة أكثر من الكلام، الكلام يتنسي لكن القدوة لا تنسى. القديس بطرس الرسول في الكاثوليكون في رسالته الأولى بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. وبيختم بيقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. هنا بقى بيكمل رسالة معلمنا بولس إن احنا بندور على الكنز المخفى والجعالة والمكافأة السماوية، وهو خلاص الإنسان وميراثه الأبدي. هنا بيتكلم عن الميراث الأبدي بقى، اللي هو رجائنا كلنا اللي احنا بنسعى إليه في خدمتنا، ولو اتلهينا عنه يبقى ما خدناش حاجة مهما خدنا هنا. يعني لو واحد خد مال طب هيعمل بيه ايه؟ وحرم من السماء يبقى ما خدش حاجة. لكن لو ما خدش حاجة وربح المجد الأبدي يبقى خد كل حاجة. خد كل حاجة. في البراكسيس سيدنا في نفس قراءات الأحد الأول بيتكلم عن أعمال الرسل الإصحاح الخامس، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر
جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على أسرة وفراش، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح ناجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. وبرغم كده قام رئيس الكهنة وألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة، لكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون، ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس يؤتى به. هنا بقى بيقدم المثل، يعني الرسل وعمل الله معاهم. يقول لما كان ظل بطرس يجي على مريض يشفى، يقول في الاسم يا سيدنا، أي كرامة دي. يعني مجرد الظل والخرق والحاجات اللي كانت على جسد بولس فيها الصديد والحاجات دي تعطي شفاء وتقيم موتى، مش ممكن. يعني هنا المثل بقى، الإبراكسيس دايما بيقدم الأمثلة في التعاليم اللي جت في البولس والكاثوليكون. يعني حين نتكلم عن البذل والتضحية نجد معلمنا بولس، حين نتكلم عن الاحتمال للآلام نجد بولس الرسول وبطرس الرسول وبقية الرسل. ففي الإبراكسيس نرى المثال للكلام الموجود في البولس والكاثوليكون. ونيجي سيدنا في الإنجيل من معلمنا القديس لوقا البشير إصحاح العاشر، الإرسالية الرسل: وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي، فقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتموها قبلكم فقولوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. كمل سيدنا. يعني هو واضح في الإنجيل أنه بيأسس اللي جه من تعاليم وأمثلة في الإبراكسيس على المبادئ اللي السيد المسيح حطها، يعني أن الإنسان في خدمته لا يبحث عن ذاته ولا مجده، ولكن يبحث عن مجد ربنا وخلاص الأنفس، وعايز فعله مش متكلمين، فعله، وعايز عطائين، يعني عندهم طاقة تحتمل العطاء. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يعطي جهدا ولا يمل، يعطي يعني سلسلة من الأعمال ولا يكل، يستمر باستمرار. فعلة مش متكلمين، فعلة يعني قادر على فعل الشيء في حياة الناس أو على دفع الناس إلى الفعل، يعني والتأثير فيهم بيكمل بعد كده: أي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم، زي إنجيل عشية سيد، نرفضه لكم، ولكن اعلموا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله.
يعني حتى اللي بيطردوهم أو ما يقبلوهمش يتركون مدينتهم بعد ما يعملوا حاجتين. الحاجة الأولانية ينفضوا حتى الغبار الذي علق بأقدامهم، تخيل يعني مش عايزين حاجة. والحاجة الثانية أنهم ينذروهم بأبدية صعبة أو مصير صعب. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. المقابل للفعلة هو السلطان. دي نقطة مهمة قوي. اللي يتكلم يعني قد يقنع وقد لا يقنع، لكن الفعلة يعطون سلطان التغيير للآخرين. وهو ده المطلوب. المطلوب هو كيف تغير شخصا أمامك، صفاته، فكره، قلبه، اتجاهاته. وده اللي حصل. يعني من أشهر الذين تغيروا شاول الطرسوسي، من واحد بيجمع المسيحيين لكي يوضعوا في السجن ويعذبوا، إلى شخص مش بس يؤمن ويتألم، إلى شخص ينشر الكرازة وينشر محبته لله كخبرة جميلة هو قدمها في صورة كلمات حلوة سهلة تتفهم. لكن فرح التلاميذ أو السبعين رسول بخضوع الشياطين لهم، بعدين يقول لهم لا تفرحوا بهذا، بمعنى أنه السلطان على الشيطان مش بس خروجه من الشخص، لكن فقد سلطانه على الشخص ممكن يرجع له تاني. أيوة صح. يعني قال لهم ما تفرحوش إن الشيطان بيخرج، ممكن يرجع، ممكن يدخل، لكن يفقد سلطانه على الشخص ده الأقوى. ده الأقوى، وده دليل السلطان بقى الإلهي اللي ربنا اداه للكنيسة في شخص التلاميذ. عمل الروح القدس يغير فعلا القلوب. بالظبط كده. وفي شخصيات بقى اللي مذكورة في أعمال الرسل، ويعني تبرز فكرة التغيير من الضد إلى الضد. تغيير شامل وكامل في الاتجاهات وفي الأفكار وفي الطرق. هو ده المطلوب، إن في فترة صوم الرسل وتذكرنا لصوم الرسل من أجل الخدمة، إن احنا نكون الأمثولة كما كان الرسل أيضا. تعيش وتعلمنا سيدنا. تعيش. نبدأ جزء من قراءات الحد الثاني، بس أعتقد احنا مش هنلحق نكمل يا سيدنا، بس هنبتدي معه. فهم بيقولوا خلاص الوقت خلص يا سيدنا. أخطيت. تعيش وتعلمنا سيدنا. إن شاء الله الجمعة الجاية عيد الرسل. إن شاء الله أحبائي الاثنين القادم هنتكلم عن صلاة اللقان. لو في عندكم أسئلة أو أي حاجة تخص صلاة اللقان ياريت تبعتوها عشان سيدنا طبعا يعلمنا ويرشدنا. خد بركة. باسمكم بشكر محبة سيدنا الأمن بن يمين. شكر لأسك. ربنا يخليك سيدنا. تعيش وتعلمنا. ربنا يخليك سيدنا. ودايما بتمتعنا وتفضي وقتك الثمين عشان تيجي تعلمنا. ربنا يخليك سيدنا. تعيش. أشكركم أحبائي على متابعتكم لنا، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من طقس ومعنا. سلام والنعمة.